خلينا ناخد بعض الأسئلة اللي جاية لك يا سيد على هاشتاج العشوائي مع الشاطر. كريم بيقول لك حلقة جميلة ومنورين قناة الأهلي والبيت الكبير، منور الدنيا كابتن سيد. هو الهدف اللي ما تنساهوش، ايه هو الهدف اللي ما تنساهوش طول عمرك؟ هو الهدف اللي كان في الترجي، اللي كان في القاهرة، اللي كان في القاهرة. لأن هو ده احنا كنا خسرنا 1-0 ونزلت الحمد لله ان انا جبت جون وكمان عملت جون، فالناس فاكره البطوله ده بشكل كويس، لان البطوله كانت مهمه جدا في توقيت مهم. ايوه وانا كان ليا الشرف ان انا بقى متواجد فيه. منور يا كابتن، الجمله اللي عمري ما هنساها سيد حمدي والهدف الاول مباراه الترجي التونسي دميدو عبدي. كابتن سيد لاعب كبير ومكايد اخلاق واجتهاد تشبه شخصيه الاهلي، مش ممكن ننسى كاس العالم واسست الترجي، واسست الترجي كان احلى من احلى وينج. منور بيتك يا عشوائي ده محمد نجيب. حاتم الجرحي بيقول لك مبروك على البرنامج، اشكرك جدا وتحياتي ليك والكابتن سيد. وسؤالي، ما اوجه التشابه بين بيتسو موسيماني ومانويل جوزيه؟ انت حضرت مانويل جوزيه؟ طبعا. لا حضرت اول سنه معاه. في وجه تشابه ما بين، ما اشتغلتش مع موسيماني، لكن موسيماني يعني انت شايفه بالارقام ماشي في سكه جوزيه. لكن انا اتكلم عن جوزيه عشان انا حضرت جوزيه في الملعب. يعني جوزيه كان شخصيه جامده جدا حقيقي، قدر يكسب اللعيبه، قدر يكسب الجمهور، قدر يكسب الصحفيين، قدر يكسب بطولات مهمه جدا، عمل تاريخ النادي الاهلي. فجوزيه ذكي جدا، ازاي بياخد كل حاجه من اللعيب في المباراه، وممكن تكون كسبان ويبقى زعلان، قد ايه كان حريص ان هو يخليك في اعلى فورمه، مش بيهمدك يعني لما بينتقدك او يزعلك وبتاعك، لا هو عايزك توصل لفورمه عاليه. قدر فعلا يخلق، قدر يكسب حاجات كتيره في الجيل ده في التوقيت ده، كل حاجه من اللعيبه. هو استغل المجموعه المواهب اللي كانت معاه في الفتره دي، وقدر يكسب بطولات وعمل تاريخ للنادي الاهلي. جوزيه حاجه كبيره يعني. طيب هنكمل برضو، مين يقدر ينسى هدف سيد حمدي في الإياب؟ ده محمود أمين. يا كابتن سيد، ابني عنده 7 سنين وبيحبك جدا، بس جول اليابان بسبب جول اليابان وسهران مخصوص عشانك، ده مصطفى أحمد. ربنا يخليه، ربنا يخليه. ده في كاس العالم. طبعا. احنا كملنا بقى، هنيجي ان شاء الله باذن الله هنتكلم على كاس العالم. كابتن سيد من اللعيبه المحترمه، ده محمد اللي بيقول كابتن سيد من اللعيبه المحترمه بتكون تقول نكتة من نكت كابتن أبو تريكة حمو النجار. إيه نكت أبو تريكة؟ أبو تريكة كان عليه نكت يعني صعبة شوية. نكت ما بتضحكش. لا بس الناس بتضحك. بس الناس بتضحك عشان هي طلع عشان بتحب أبو تريكة. إيه نكتة؟ يعني أول مرة، أول يوم يعني أول تعارف ليا مع أبو تريكة، فبيقول لي أنت كام سنة؟ فقلت له 26 سنة. قلت له إيه؟ 26 سنة. فقال لي كمل عليهم واشتري كوتشي. انا ما فهمتش اصلا النكته، بس هو ضحك انا ضحكت وراه. فهو كان له كل شويه نكت. مين بقى اللي كان بيجي له بركات؟ بيقول له كفايه يعني، حب بركات بقى كان بيستلمه شويه، بركات هو اللي كان بيسكته. ف بتريكا طبعا نجم كبير ولعيب كبير. طيب حد تاني بيقول لك كابتن سيد راحت فين؟ الاسئله اصل جايه كتير. سيد حمدي مع قله الوقت اللي مثل فيه نادي الاهلي، لكنه ساب بصمه كبيره لا ينساها الجمهور، ده عمرو نور. منورين العالم يا نجوم كاس العالم. طبعا انت لعبت في كاس العالم، هنتكلم في السيجمنت اللي جاي في الجزء اللي جاي ان شاء الله عن كاس العالم وايه اللي حصل في كاس العالم. منورين كابتن، واتمنى مشاهده كابتن في البيت الكبير، اتمنى ورجاء واهلاوي وافتخر. ده محمد يسري حاضر، منور قناه الاهلي يا فيومي، وتاريخك مع الاهلي مشرف مشرف الفيوم كلها. ربنا يخليك. الفيوم بتجيب لنا الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ الله يرحمه، محمد عبد الوهاب، كابتن سيد معوض، كتير كتير ما شاء الله، سيد حمدي، كتير لعبوا موجودين في كل الانديه. لكن في مجموعه كبيره جدا من الفيوم لعبت للنادي الاهلي يعني. ايوه. منور قناه النادي الاهلي يا كابتن سيد، وتحياتي ليك وبحبك جدا. ده محمد علي. هنكمل كل الاسئله اللي حضراتكم تبعتوها لنا على العشوائي مع شاطر، كل حاجه حضراتكم عايزين تبعتوها وتسالوا كابتن سيد حمدي ابعتوها لنا على هاشتاج العشوائي مع شاطر. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اكمل مع العشوائي.